السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. هتابع معكم أخبار فيروس كورونا الجديد، وهو آخر الأخبار إن الفيروس ظهر في مصر والحمد لله وصلوا للحالة وحطوها في الحجر الصحي والعزل التام، وبدأوا أو عملوا حصر أو أخضعوا المجموعة اللي احتمال إن هو يكون تعامل معاها للحجر الصحي الاختياري في المنازل. ووزارة الصحة بتقول إن هم بيتابعوا الحالات اللي عايشة تحت الحجر الصحي المنزلي يوميا. الحالة اللي اكتشفوها في مصر ما عندهاش أي أعراض حسب التقارير، وسليم جدا من ناحية لا كحة ولا سخونية ولا عطس ولا أي علامة من علامات المرض. لكن اكتشفوه أثناء ما بيعملوا فحص أو حصر شامل للناس اللي خايفين أو متوقعين إن يكونوا مصابين. أهمية الموضوع ده إن فعلا الفيروس يقول لنا إن فيروس كورونا الجديد ممكن يصيب الإنسان دون أن تظهر عليه أي أعراض، ودي شيء تقريبا ثابت دلوقتي. ومن الحاجات المعروفة عنه إنه ممكن يصيب بعض الناس بدون أن يظهر عليهم أعراض، وخاصة الأطفال. الأطفال حسب التقارير من أي كورونا، كل كورونا مش بس الجديد اللي هو اللي هو بيعمل المرض اللي سموه كوفيد 19. اسم الفيروس بالمناسبة هو سارز شرطة كوف شرطة 2، ده اسم المرض، اسم الفيروس سارز شرطة كوف شرطة 2. طيب اسم المرض ايه؟ كوفيد 19، زي حكاية الايدز. الايدز اسم المرض ايدز، واسم الفيروس HIV. فهنا نفس الحكاية، اسم الفيروس سارز شرطة كوف 2. سارز لانه هو فعلا يشبه السارز في التركيبة الجينية بتاعته، في اكتر من 80% من التركيبة الجينية بتاعته. واثنين لانه يعتبر، يعني افترضنا سارز واحد يبقى ده اثنين، وكوف يعني كورونا فيروس، واسم المرض كورونا فيروس ديزيز 19، لأنه ظهر في سنة 2019. فالنقطة المهمة هنا إن ممكن ناس تصاب بالفيروس ولا يظهر عندها أي أعراض، وده أثار القلق بصراحة. يعني هو كويس إن ما عندهمش أعراض زي فيروسات كتيرة بتيجي وتروح من غير ما ندرى بيها، بس هي المشكلة في حاجة، إن هل الناس دي ممكن تنقل العدوى؟ احنا مستنين بقى نتيجة الفحص بتاع مصر، وزارة الصحة المصرية، على الناس اللي كانت محيطة بهذا الشخص، لأن الشخص ده سليم مفيش أعراض بس مصاب، يا ترى نقل العدوى لناس تانية ولا لا؟ لأن كان في التقارير بعض، خصوصا بعد تقرير من ألمانيا، بأن في حالة راحت ألمانيا ما عليهاش أي أعراض، ولما سافرت من ألمانيا وبعد كده ظهر عليها أعراض وتعرف إن هي مصابة، واحدة صينية، لقوا إن الناس اللي قابلتهم في ألمانيا في منهم ناس مصابين. فبيقولوا إن الفيروس ممكن يتنقل من الشخص قبل أن تظهر عليه الأعراض، أو ممكن تتنقل منه حتى لو ما ظهرتش منه الأعراض. بس لسه الكلام ده مش مستقرين عليه لأن مفيش معلومات كتيرة تؤيد. ربما هذا يحدث ولكن أمر نادر جدا، لأن واقع المعلومات اللي في جميع التقارير بتقول إن الفيروس لحد النهاردة اتنقل بالاقتراب الوثيق من الشخص المصاب أو الشخص المريض. حوالي أكتر من 99% من الحالات اتنقل إليها الفيروس من اختلاطها بشخص مريض تظهر عليه الأعراض. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، بالتقارير أكدت إن أكتر من 95% من الناس اللي بيصابوا بالفيروس بيظهر عليهم الأعراض. فمسألة إن العدوى تنتقل من شخص مصاب لا تظهر عليه أعراض، هذا لسه تحت البحث، وإذا كانت حقيقية فهي تكون حالات نادرة لا تستحق الزعر أو الرعب.
ظهور الحالة في مصر ينفي المعلومات الخاطئة اللي كانت بتقول إن الفيروس ما بيروحش البلاد الحارة ذات الرطوبة العالية، وبدليل كده إنه ما راحش أفريقيا خالص ولا دول عربية باستثناء الإمارات. فظهوره في الإمارات وظهوره في مصر ينفي هذه المعلومة ويثبت إنها غير سليمة. وعشان كده منظمة الصحة العالمية WHO أصدرت بيان أو تحذير لجميع دول العالم بأن كل دول العالم تكون على أتم استعداد لعل فيروس كورونا الجديد يصل إلى بلادهم. دي تقريبا آخر الأخبار اللي عندي، لكن من الصين طبعا الأخبار ما زالت مش طيبة لأن عدد الوفيات تجاوز 1600 حالة. من كام يوم كده كان إقليم هوبي المنكوب في الصين أعلن إن في طفرة في عدد الحالات المصابة التي اكتشفوها في ذلك اليوم، أكثر من 10 أضعاف المعدل اللي كانوا متعودين عليه. والسبب في إن هذا العدد تضاعف 10 مرات إن وسائل التشخيص، والمعايير التي يقولوا أو اللي يستندوا عليها بأن ده مصاب ولا لا تغيرت وأصبحت واسعة شوية. ده ساعد على اكتشاف حالات كتير جدا لم يكن من المستطاع اكتشافها قبل كده. وما زال هذا الإقليم الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، إقليم منكوب وخصوصا مدينة ووهان اللي هو مركز ظهور الفيروس، يعني مدينة أشباح حاليا بسبب هذا، بسبب ظهور الفيروس فيها، ويمكن تجاوز عدد المصابين فيها أكثر من 60,000 مصاب حاليا، عدد ضخم وكبير جدا بالنسبة لمدينة حتى لو كان عدد سكانها 11 مليون. لكن الحمد لله بقية دول العالم الحالات اللي بتظهر فيها حتى الآن حالات يعني معدودة ومحصورة وفي سيطرة كاملة عليها. هو في نقاط لسه ما نعرفهاش عن هذا الفيروس الجديد أو تحت الدراسة، وهي زي ما قلت قبل كده، هل الفيروس ده بينتقل من الشخص المصاب الذي لا تظهر عليه الأعراض إلى الآخرين ولا لا؟ لحد دلوقتي بنقول المعلومة دي مش مؤكدة، وإذا كانت هتثبت فهي حدوثها أو معدل حدوثها نادر. والشيء الثاني، هل الفيروس ده بيصيب الأطفال ولا ما بيصيبهمش؟ لأن ما لقوش تقريبا يعني في معظم الحالات أو نادرا أنهم يجدوا طفل ظاهر عليه الأعراض وحالته خطيرة. فثبت علميا أن هذا الفيروس قد يصيب الأطفال ولا تظهر عليهم أعراض، أو إذا ظهرت عليهم أعراض فهي أعراض قليلة. ويبقى السؤال هنا، الأطفال دول اللي ما لهمش أعراض أو ظهرت عليهم أعراض قليلة، هل ممكن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين ولا لا؟ والمعلومة الثالثة برضو عن هذا الفيروس، كانوا بيقولوا إنه ما بيتنقلش إلى البلاد الحارة والرطبة، لكن هذه المعلومة ثبت إنها مش دقيقة ومش صحيحة. هذا هو ملخص أخبار. طبعا في لقاحات هتظهر قريب جدا جدا، في تبشير بأن هذا اللقاح، في لقاح لفيروس كورونا الجديد قد يظهر في غضون 2 أو 3 أسابيع من الآن، لأن في تنسيق ما بين الـ WHO اللي هي منظمة الصحة الدولية أو العالمية وجميع وزارات الصحة في العالم. فاحتمال اللقاح إن شاء الله يظهر والناس تطمن، دي أول نقطة. برضو في علاجات بيقولوا إن هي هتظهر للفيروس إن شاء الله، لأن الفيروسات بصفة عامة علاجاتها مش موجودة أو صعبة يعني، وده إحنا متدوخين بفيروسات زي الكبد الوبائي ب والفيروس بتاع الـ HIV، مازال الفيروسات دي ملهاش علاج حتى هذه اللحظة. وبالمناسبة يعني حكاية إن الفيروس بيتنقل من المصاب الذي لا تظهر عليه الأعضاء، ده طبعا كان هيبقى، لو كان ثبت كان هيبقى شيء خطير جدا جدا، لأن الفيروس يعني هو صحيح حكاية إن الفيروس يتنقل، الفيروسات بصفة عامة تتنقل من شخص مصاب بدون أعراض مش شيء غريب، يعني احنا شايفينها ومكتويين بها مثلا بفيروس زي فيروس الـ HIV الإيدز.
بس هو بيتنقل من غير أعراض. صحيح معظم الناس ما بيجيلهمش أعراض وبينقلوا العدو، لكن هو في حاجة كويسة فيه إنه ما بيتنشرش لا بالكحة ولا بالممارسات العادية، السلام ولا المخاطبة ولا استخدام الأدوات الشخصية للمريض. ده لو كان بيتنقل بهذه الطريقة وبيتنقل من المصاب الذي لا تظهر عليه العدوى، كان كل البشرية بقى عندها فيروس الاتش اي في الايدز. لكن ده من رحمة ربنا انه ما بيتنقلش الا بطريقة معينة تقريبا، وهي الممارسة الجنسية وطبعا الدم الملوث. فأي واحد حتى لو ما ظهرتش عنده اعراض بيقدر يشك لما يكون عمل ممارسة جنسية او حاجة زي كده، وبالتالي يروح يعمل التحليل ويطمن. انما فيروس كورونا مفيش، بيتنقل بالعطس والكحة وحتى الكلام ممكن يخرج مع الرذاذ من الفم ويتنقل إلى الأشخاص الآخرين، وبعدين ممكن مش مباشرة، لا ده ممكن يجي على سطح ترابيزة، على مقبض، على إيد واحد يكح مريض إيده تتلوث، يسلم على واحد تاني ينقله إليه، ينقل الفيروس ليه. فده لو كان زي حكاية فيروس الإيدز بيتنقل من غير ظهور أعراض، كان الأمر يبقى مصيبة كبيرة يعني، وصعب جدا السيطرة عليه. لكن الحمد لله لم تثبت هذا، وإذا ثبت في المستقبل فستكون حسب الإحصائيات إنها حالة نادرة جدا جدا إنها تحدث يعني. ولو إن ضد هذا الرأي بيقول إن حتى الناس اللي الحالة بتاعت ألمانيا بيقولوا إن هي مش بالظبط ما ظهرش عليها أعراض. هو دي الحالة بتاعت ألمانيا، دي هي تقريبا التقرير الوحيد المستندين إليه. ناس تقول ما ظهرش عليها أعراض إلا لما رجعت تاني الصين، وناس تقول لأ ده هي أما دققوا لقوا إن هي عندها شوية صداع وضعف ووهن ومش عارف بعض الأعراض، ولكن ما كانش ظهر عليها السخونة الواضحة ولا الكحة الواضحة ولا العلامات ولا ضيقة النفس العلامات الظاهر، لكن برضو كان عندها أعراض. دي الناس اللي هي بتقول إن الفيروس ما بيتنقلش من شخص بدون أعراض إلى الآخر. وربنا طبعا يسلمها إن شاء الله، وكلنا ناخد بالنا. وأهم حاجة للوقاية هي الصحة، اتباع أساليب النظافة العامة، وخصوصا غسيل اليد دايما بصورة مستمرة أثناء اليوم، وعدم الاختلاط بالمرضى إلا للضرورة القصوى، واتباع الوقاية أو أساليب الوقاية العلمية المعروفة، وعدم المروح للمستشفيات إلا للضرورة برضو القصوى، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة أيضا إلا للضرورة القصوى. هذه هي الإجراءات. أهم حاجة في دول اللي نقدر كلنا نعملها إن أنت تغسل إيدك يومين عدة مرات، وتحاول تمنع أو تقلل لمس وشك بإيدك. ودي بصراحة مش لكورونا، مش وقاية من فيروس كورونا الجديد فقط، وإنما ده وقاية من جميع الفيروسات ومن جميع أنواع البكتيريا. وربنا يسلمنا ويسلمكم جميعا على خير، وأتمنى إن أنا أشوفكم تاني في فيديوهات جديدة. ولو هذا الفيديو حسيته إنه مفيد اعمل له شير لغيرك عشان يستفيد، ولو سمحت ممكن تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك بقى عشان تجيلك الفيديوهات اول باول يا ريت تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.